من الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ومن في السماء هو الله كما قال العلماء. ومن هذه الأدلة أيضا التصريح بالعلو، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يدل على أن الله فوق السماء عال على مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الدليل الثالث من القرآن قوله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة المعلوم أنهم في السماء، بيّن الله أنهم يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الله فوق الملائكة بذاته، فوق مخلوقاته جل في علاه، وليس كما يقول الصوفية أن الله في كل مكان، بل إن الله بذاته في السماء فوق السماء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى، دل ذلك أن الله في العلو. ومنه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود إنما يكون من أدنى إلى أعلى. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، دل ذلك على أن الله في العلو. ومنه قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهذا دليل على أن الله في السماء. ومنه أيضا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال العلماء: واستوى إذا عديت بعلى تفيد العلو. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، بيّن الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يدل ذلك على العلو، لأنه على الفلك ما ممكن يكون به تحت السفينة، بفوق. قال العلماء: ومن الأدلة على أن استوى إذا عديت بعلى تفيد العلو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
من حديث عبد الله بن مسعود في خطبة الوداع قال: ثم استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره، أي فوق الحمار. لذلك استوى إذا عديت بعلى تفيد العلو، وإذا عديت بالواو تفيد المساواة. تقول: استوى الماء والخشب، أي تساووا. وإذا عديت استوى بنفسها تفيد نضج وكبر. قال تعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولذلك الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. ومن الأدلة من القرآن، ولا زلنا مع القرآن، قوله تعالى في مقولة فرعون، قال: يا هامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال العلماء: كاذبا، أي في ادعائه أن الله في السماء. لذلك قال العلماء: كل من قال أن الله في السماء فهو موسوي محمدي، وكل من قال أن الله في كل مكان فهو فرعوني جهمي صوفي. ولذلك من الأدلة أيضا قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه الأدلة العشرة من القرآن تدل على أن الله بذاته فوق السماء، وليس كما يقول الصوفية وهؤلاء المبتدعة الذين يقولون أن الله في كل مكان. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يعضد هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في الصحيح: سأل الجارية، قال لها وقد أتى بها معاوية ابن عبد ابن الحكم السلمي، أتى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعتقها، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالين. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للجارية الإيمان بأنها قالت أن الله في السماء. فكل من يقول أن الله في السماء فهو على الإيمان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأدلة على أن الله في السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي في السماء الذي يرحم الناس؟ هو الله تبارك وتعالى. دل ذلك على ضلال الصوفية أنهم يقولون أن الله في كل مكان بذاته، وهذا من ما قاله الجهمية الذين كفرهم العلماء، لأنهم انتقصوا صفة من صفات الرب جل وعلا أثبتها الله في كتابه وأثبتها النبي
صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك من الأدلة في السنة الدالة على علو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وهو يتحدث مع الصحابة، قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد ثلاثا. فهذه الإشارة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الله في السماء. أيضا من أقوال الصحابة، من أقوال الصحابة أن الله في السماء ما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن زينب بنت جحش أنها قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. هذه زينب بنت جحش، زينب بنت جحش دي وهابية تابعة للشيخ محمد عبد الوهاب، قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. هل كانت بتتبع للوهابية؟ يبقى دي عقيدة عند الصحابة وعند الصحابيات وعند النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء. ثم من الأدلة من أقوال التابعين ما رواه الزهري، قال: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائنا من خلقه، فدل ذلك على أن التابعين كانوا يعتقدون هذه العقيدة. ومن تابع التابعين قال الإمام مالك رحمه الله عندما سأله رجل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك: وقد علته الرحضاء. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أن أي عن كيف استوى بدعة، وأمر بإخراجه. فهذا هو الإمام مالك يبين عقيدة المسلمين ويبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بأنه استوى على العرش واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيف استوى بدعة، لأن العلماء قالوا: الكيفية لا تعرف إلا بثلاث، لا تعرف الكيفية إلا بثلاث، إلا برؤية الذات، وهذا منتف في حق الله، أو برؤية المثيل المشابه للذات، وهذا أيضا منتف في حق الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو تثبت الكيفية بالخبر الصادق عنه، وهذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية استواء الله. فدل ذلك على أن السؤال بالكيف بدعة، كما قاله الإمام دار الهجرة الإمام مالك. ثم من الفطرة، من الفطرة تعرف أن الله في السماء، بل فطرة إنه الله في السماء. الآن لو سألت لك شافع صغير قلت له الله وين؟ طوال الحياة أقول لك الله فوق. أعلمك منه أقول لك عرفت براي، عرف براي لأنه الله فطره على كده. ربنا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا هو الواجب أن يعتقده المسلم، يعتقد أن الله في السماء، وليس كما يقول الصوفية، لأن الصوفية دل ما بيعبدوا الله في السماء ذاته. لو قلنا الله في السماء، الصوفية دل ما بيعبدوا الله، بيعبدوا الشيوخ. صوفية بيعبدوا في الشيوخ، لأنه أديك بس قصيدة واحدة وأدخل أخونا الشيخ أبشوك. الصوفية دل عندهم كلام بس في الكتاب ده بتاع الختمية ده، يا هدى نور البراق صح؟ بس أديك بس قصيدة واحدة تعرف إنه الصوفية دل ما بيعبدوا الله، دل بيعبدوا الشيوخ بتاعهم. ده النور البراق بتاع محمد عثمان المرغني، محمد عثمان المرغني. ونحن لما نتكلم عن المرغني أو عن البرعي عندنا أدلة إنه نتكلم في الناس ديل بأسمائهم. أديك حديث واحد عشان تفهم الحلقة دي قايمة على ياتو دليل. حديث واحد أخرجه الإمام
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كعب ابن الأشرف ده زول آذى الله ورسوله، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، دل ذلك على جواز ذكر أسماء المبتدعة والمضلين بأسمائهم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي بيتكلم في النور البراق بيتكلم عن نفسه ويمدح في نفسه، في الصفحة 125 بيتكلم عن نفسه، وطبعا الصوفية دول كلهم بيتكلموا عن نفسهم وبيمدحوا نفسهم، والنبي ربنا قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قد أنا أديك البيت ده، قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المراب بلا ريب وإشكال، أنا الجليس على العرش. إحنا مش قلنا ربنا قال الرحمن على العرش استوى، سورة طه وسورة الحديد وسورة الشورى وسورة هود، ده قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. نصدق منه يا مسلمين؟ نصدق منه؟ نصدق كلام الله سورة طه ولا نصدق المرغني ده؟ المرغني ده قال أنا فوق العرش. ده الصوفية، ده الدين بتاع الصوفية الواجب على المسلمين إنه يتكلموا فيه بكل وضوح.